ماما، بتدوري على حاجة؟ ما شفتيش الإشارة بتاعي؟ آه، ما أنا غسلتهولك ونشرته زي ما هو نشف على الحبل دلوقتي. آه طيب. ما أنا حلقيه يعني حلقيه. بتدوري على حاجة يا تيتا؟ مالكيش دعوة أنت. وده ايه ده كمان؟ لمي كراريسك دي، مش لما واحد يضيع تقعدي تعيطي. بس يا تيتا ده مش بتاعي، بتاعي صغنن وعليه دبدوب، ممكن يكون بتاع عمته سناء. سناء؟ سناء. الكراسة دي بينها بتاعتك، بنسرق العلم اللي بيشر اسم الله. لا يا ماما، الكراسة دي مش بتاعتي. وبعدين ايه الخط المقرف ده؟ مش بتاعتك ازاي؟ مش عارفة، مش بتاعتي دي. ايه؟ تعالي يا ماما. ايه؟ تعالي اسمعي. ايه؟ حينما تفتحت كزهرة لوتس برية، كنت أحلم بفارس أحلام الذي سيخطفني على جواديه الأبيض الزرمكشي. دي ما عندهاش قواعد لغة خالص. ولكن حظي الأعثر جعلني زوجة لعادل الذي خطفني على كبوت سيارته المهكهكة. فقد كنت أحلم دائما بذكر بالغ، يعني راجل كبير، يقود القطيع، لا أن يقودوه هو وأن يكون هو الفعل وليس رد الفعل. وهي مأساتي مع عادل الذي يتبع فيه أحياناً كثيرة تقوس والدته الشمطاء التي تشبه كثيراً أحدب نوتردام، وأخته السايكو بربرية. السايكو بربرية؟ أنت سايكو بربرية؟ يا سلام، عجبتك قوي السايكو بربرية والشمطاء اللي قبلها بسطر دي، ما خدتش منك أي إحساس؟ هي مش الشمطاء دي، الشتيمة؟ دي شتيمة وحشة قوي يا ماما. وحشة قوي يا ماما؟ دي من قاع المجتمع يا ماما. يا خرابي، هو ايه البتاع ده؟ دي مذكرات رانيا يا ماما. طب وحياة شرفي، لاروح اجرجرها بشكرها واشدها من شعرها ووريها الشنطة دي على حق. لا اهدي يا ماما، ولا يكون عندك فكرة، انا هقدبها لك. ازاي؟ بص يا ستي، انا لما يكون عندي ولد في الفصل مضايقني ما بضربوش، بتعلقيه من رجليه. ليه يا ماما وانا منى الغوله؟ بسيبه على جنب وافضل ازله 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 لغايه لما يتخنق يجي يبوس ايدي يقول لي عشان خاطري اضربيني وريحيني. طب ما تزليها تزليها، هتشوفي عيني ليكي. ديك النهار يا عادل، أم ميرفت الأميرة الطيبة اتخانقت معاهم وشوشو تحت الخضار على حزمتين فجل، وقالت لها كلمة كده أنا حاسة إنها مش ولا بد، قالت لها يا شمطاء. شمطاء دي كلمة فارسية مكونة من مقطعين، أول مقطع شمط وهو حيوان موطنه جمهورية خوارزم، والمقطع التاني مين ده النداء الرسمي للخرفان في العيد. قالت لها يا شمطاء أم ميرفت وأم شيماء اتخان، وقالت لها يا شمطاء ده كانوا بيردحوا البعض في البرنامج الثقافي ولا ايه؟ معناها ايه دي بقى يا عادل؟ والله اللي انا اعرفه ان شمطاء دي يعني ست العجوزه الكركوبه اللي جلدها مكرمش اللي طقم اسنانها واقع. سيبنا بقى من الكلام ده، خلاص بقى أم ميرفت الطيبه الحلوه الجميله يتقال لها يا شمطاء أم شوشو المزغوده اللي ما عندهاش دم. أم شوشو هي اللي قالت لأم ميرفت كده؟ بقولك ايه، شمطاء ومكرمشة بقى أم ميرفت مكرمشة، ده أحلى حاجة فيها بشرتها ولا حسنتها ولا ضحكتها، الغمازات يبقوا في خدودها يجننوا. ضحكتها ايه يا ماما؟ أم ميرفت دي ضحكتها بتجيب آخر الشارع. اخلص يا عادل، ما تقولش على أم ميرفت كده، أحلى حاجة فيها ضحكتها. لا حول ولا قوة إلا بالله،
ماما دي عجيبة، شوف امبارح ما كانتش طايقة ام ميرفت ومتضايقة منها جدا انها اخرت ايد الهون ساعة اللي استلفتها منها، النهاردة مستعدية تتبرع لها بكليتها الشمال. عادل روحي حياتي ترارارا. يا سلام، ايه المشاعر الفياضة اللي انت جبتيها دي، نزلتيها منين، من عالنت؟ اسكت يا عادل، اما النهاردة حصل حتة حكاية. ايه حصل ايه؟ شيماء زميلتي في المدرسة مدرسة الكيمياء فجأة كده يا عادل عايزة تتطلق من جوزها. اه تتطلق ليه؟ بعد 10 سنين جواز فجأة بتقول ان هو ما بقاش فارس احلامها اللي المفروض يخطف على حصان. يخطف على حصان؟ هي طموحها انها تتجوز عربجي؟ اشترط على فارس احلامها يخطف على حصان ابيض يكون زمركوشي. زمركوشي؟ كانت عايزة تتجوز مملوك ولا ايه؟ ايه يا روني مالك يا حبيبتي، اعصابك تعبانة ولا ايه؟ في يا راني، ايه اللي حصل؟ لا يا عادل، ده ارتطام عفوي. انا دورت ماما بتدور على حاجة، يمكن بتدور على اسم النبي حارسها وصيرنها مذكراتها. اه مذكراتها. اللي قالت عليكي فيها سايكو بربرية، واللي قالت عليكي فيها انك شمطاء. طب تفتكري بقى ممكن ما تلاقيش اسم النبي حارسها المذكرات دي؟ هي لو فتحت دماغها وسمعت الكلام وبقت مؤدبة ومشيت على عجين ما تلخبطوش احتمال تلاقيها. طب ولو ما عملتش كده؟ احتمال بقى يا ماما جوزها يعرف ان هو ما كانش فارس احلامها اللي المفروض يختفى على حصان ابيض زرمكشي، ومامتها كمان احتمال تعرف انها بتقول عليها انها غبية وتخينة. يا دي المصيبة، مامتها وجوزها. لا 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 لا، احنا لازم نساعدها. احنا دلناها على الطريق يا ماما وهي بقى تساعد نفسها، هي صغيرة. انا تحت امركم في كل اللي تطلبوه. طب وبعدين يا دولا، انت معاك فلوس تدفعها لها؟ يا ابني انا لو معايا فلوس كنت مشيتك اصلا من البازار، وكنت جبت حد عدل يقعد يساعدني هنا بدل ما انت مرمطني كده. طب ربنا بقى يسهل يا دولا ويفضل حالك واقف كده على طول. اللي اقول يا دولا يعني، يا هل لو اديت لها فلوس هي هتسكت؟ يا هل يا هل يعني ايه؟ انا اقول لك يا دولا يعني، انت لو دلوقتي اديت لها فلوس هي اكيد طبعا مش هتسكت، هتقعد بقى تنحر فيك وتفتز فيك وهتجيبك الحضر. تفتز ويا هل الاثنين مع بعض؟ ولا هو انت خريج مدارس لغات ولا ايه؟ لا يا دولا، خريج مدرسه الحياه. المشكله بقى لو ما دفعتش، منطعي دي هتجيب كل المناطع اللي عندها، وكل نطع ونطع فيهم قد النطع. بص يا دولا، انت ولا يهمك، انت خربش تكسب على طول. ايه خربش تكسب؟ ده اعلان. انا هقول لك يا دولا، انت عارف الكروت بتاعه الشحن بتاعه الموبايل مش انت بتخربش فيها علشان الرقم يطلع لك؟ انت قعد بقى خربش فيها واستنطع عليها كده، وبكره هتبقى انت كمان بقى منطعي وهي منطعي، ومنطعي على منطعي ما يبرمش يا دولا. يا عادل في ايه يا رانيا؟ في ايه؟ ايه اللي جاب الهباب ده هنا؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، كله هيبقى سليم ان شاء الله، بس اهم حاجه توطي صوتك والنبي يا رانيا، ام ميرفت بره وبتدور على الثمن اللي هتسلمه. طب اتفضل شيلهم من هنا دلوقتي حالا، شيلهم من قدام. يا رانيا انا مش فاهم بس ايه اللي قال ايه؟ الابحاث العلميه اثبتت ان انفلونزا الطيور. انت هتشيلهم من بيتك؟ هشيلهم ولا لا؟ خلاص خلاص هشيلهم، بس وطي صوتك والنبي عشان ام ميرفت لغايه اما تغور. بس انا هتصرف هتصرف. اوكي. يا رمزي يا دولا، شيل الزفت دول من هنا بسرعه بسرعه. هتطبخوهم من هنا؟ بقول لك ايه بقول لك ايه، انت بتاع انت شيل الزفوده دي من هنا. ايه اللي شيل الزفوده دي من هنا؟ انت اول مره تشوف الفراخ مش عايزه تطبخوهم؟ خلاص ما تطبخوهمش، لكن دي النعمه. ما حدش هيسيب الفراخ بعد كده.
كده. ايه ما حدش يشيلش من الفراخ؟ هي الفراخ دي بنت خالتك، هتعمل لي فيها ديك يا قد. شيل الفراخ وامشي يلا. ماشي يا رامي. ماشي يا رامي. يلا يلا استنى 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 بس ما اشوف الاول ام مرفت دي مشيت ولا لسه. استنى مشيت يا غبي وانا لسه شفتها. مشيت. تعالى تعالى ظلمي. غبي جدا غبي جدا. بص الفراخ دي زي ما جبتها روح ارميها مكان ما جبتها يلا. لا يا عم قلبي ما يطوعنيش اخلى بيهم. تخلى بيهم ايه؟ هم قرايبك ما تتكل على الله روح ارميهم في اي حته يا عم. طب بص دول انا هروح احطهم ابيتهم يعني مع اخواتهم في البازار. بازار؟ انت في غيرهم في البازار؟ كتير يا دول كتير. مين؟ انت تعالى يخفين في اي حتة. يا جماعة يا اخوانا اللي في البيت اي حد يفتح الباب. في ايه بس مش فاهم؟ انت مش فاهم وعمرك ما هتفهم. احنا عايزين نخبي الفراخ دي. نخبيها فين؟ نخبيها فين؟ بص تعالى حطهم هنا حطهم هنا. صح بسرعة بسرعة بسرعة. بس شيلهم 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 شيلهم. تعالى تعالى حطهم هنا. صح هي هي يا غبي صح. ايه بس دول انا عندي فكره دول إيه؟ احنا نعلق الفراخ هنا اهو على الشماعه. ها كده اهو. ده على اساس بقى مجيده وهي خارجه تلبس لها اي فرخه منهم. هي خبي هي خبي الفراخ انت علقها على الشماعه. بس بس اهي احنا نعمل اهو خن كده الفراخ. بس حلو قد بقى حلو. يلا بينا نشوف بقى بتاعه البشاميل دي. يا دولا عدم الاستقرار مش حلو. الفراخ يا دولا يفرض حد دخل ولقى وفيها فرخه بتبيض يبقى موقف الفرخه ايه ساعتها؟ يعني خايف تخدش حياء الفراخ؟ طبعا حطهم مش نافع معاك. تعالى تعالى اقف من فوق ده. نفسي من زمان اطول وشك. ماشي يعني اشيل لك العمدان اللي في العماره كلها. قولي لي مجيده يا اختي هو انا لازم احط المكرونه البشاميل لبن حليب يعني ما ينفعش لبن البودره بتاع البت بت ميرفت اللي كانت بترضعه لابنها ميدو؟ الله انا ما كنتش اعرف ان ميدو كان بيرضع رضاعه صناعي. لا ده رضع زراعي. اللي هي دول هي كانت بترضعه برسيم. انت مش اخوه في الرضاعه ولا ايه؟ السلام عليكم. كويس قوي انك جيتي. هي دي بقى يا حبيبي اللي هتدلني. ليه انت تايهه ولا ايه؟ ايوه تايهه. ايوه اصل هي يعني بتفكر تعمل المكرونه بالبشاميل ومش عارفه ازاي. طب انا مالي بشاميل؟ استنيني بس يا سناء استنيني. الله يخليك يا بنتي انا احترت واحتار دليل. بصي المكرونه البشاميل لازم احط لها لبن حليب يعني ما ينفعش لبن بودره. بشاميل؟ هو انت عندك عيد ميلاد وعايز تعملي تورته؟ انا مالي انا جايه من الشغل والمواصلات والزحمه والقرف تقولي لي عيد ميلاد بشاميل؟ يلا 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 يلا. لا يا اختي هدي شويه وانا جاي اشحت منك ولا ايه؟ يعني عاجبك كده يا استاذ علي؟ لا لا طبعا مش عاجبني. لا لا ده انا زعلانه يا استاذ علي. لا 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 عيب. لا والله ده انا زعلانه. ده انت جارتنا يعني. ده 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 ينفع يعني يا استاذ علي؟ لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش. لا والله ده انا زعلانه منك يا سناء. لا تزعلي ولا حاجه. هو في حد في حد بيصرخ؟ لا 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 ما فيش. ده تحت في البدروم. في البدروم تعالى يا خبي تعالى تعالى. يا غبي ما هي الصوابع عامله لك كده عامله لك كده. افهم تعالى. ايه بقى فهمت بس احنا كده كده كنا ماشيين. الفراخ يا غبي. ليه ده؟ ايه ده؟ يخرب بيتك الزفت اللي استحلي يا زفت. خلاص يا جماعه ما تقلقوش دول هيمشوا دلوقتي حالا. انا ما اعرفش عنهم حاجه. هو الزفت ده هو اللي جابهم. ارمي الزفت ده والفراخ دي في الزباله. ما هو لو رماهم في الزباله هيفضلوا يكاكوا في الزباله. خلاص يرميهم في المصره. لا ده انسب العايز كده غير حضاري كده ناذي غيرنا. يا اختي ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. يا نهار اسود هتخلي امي تحط لي تحت رجليها. انا هتصرف يا جماعه ما تقلقوش انا هتصرف. تعالى تعالى يلا استنى تعالى من هنا. غبي 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 الواد ده. استنى هنا
هراقب الطريق وبعدين اقول لك يلا يلا يلا. طيب لا انا اللي هقول يلا، انت ما تقولش يلا. طيب يا دول يلا بقى، ما تقولش يلا. لما الاقي الطريق كل حاجه تمام هقول لك يلا، ما تقولش يلا. يلا بقى. اثبت مكانك، اثبت مكانك منك لو. احنا جمعيه مكافحه انفلونزا الطيور، ها؟ بقول لكم ايه؟ احنا تنبيه ونبهنا، تحذير وحذرنا، غرامات وغرمنا، نعمل ايه بقى تاني؟ ها؟ حضرتك يعني احنا برقه، احنا برقه ما حصلش مننا اي حاجه يا باشا، مش كده؟ مش كده صح. وقعت يا ممرض. بقى انت بقى عماله تبلغ الناس وعندك عشه وبتبلغي عن العشش وتبلغي عن التقفيصه، ها؟ وانت بيتك مليان مزرعه فراخ، صح؟ حضرتك انت فاهم غلط. دي ام انا. انت مرفت؟ مرفت عدم المؤاخذه يعني، البيت فيه ست ستات ما فيهمش ولا واحده مرفت حضرتك. اه يعني انا دلوقتي يعني عايز افهم اعمل ايه؟ يعني انا هرجع فاضي يعني بقى ولا ايه؟ انت ايه جايب ميكروباص وجايب تملاه ولا ايه؟ حضرتك ام مرفت موجوده في الشقه اللي قدامنا كده اهو. ايوه كده اهو. هاتوها هاتوها بسرعه. حضرتك يعني علمك واضح ان البلاغ صحيح، لان على حسب علمي ان ام مرفت كانت بقالها فتره عايزه تعمل مكرونه بشانيل، وطبعا حضرتك سيدي العارفين ان مفيش دخان من غير نار، فبرضه مفيش بشانيل من غير فراخ او من غير بيض. كلامك املك. في ايه يا جدعان انت وهو؟ الله، احنا بنجيب ممنوعات ولا ايه؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش انا اهو. الله، جرى في ايه يا سعاده؟ دخل بيتك يا ام كوثر، هي فين الفراخ دي؟ هي اللي حطت الفراخ دي عندي في اي بيت؟ بقول لك ايه يا ست الحاجه، بصي احنا مسكنا كوثر ومسكنا ام كوثر، واحنا بقى راصدينك، ها؟ راصدينك وراصدين الفراخ دي من ايام ما كانت كتاكيت يا اختي. ايه جمعيه الكرتون اللي انتوا فاكرينها دي؟ واضح ان سيادتك جالك انفلونزا طيور، خلي بالك. بس احنا متشكرين جدا. العفو، احنا اسفين جدا والله. لا 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 عادي، احنا ياما بنتعرض للازعاج. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانا يا سعاده اللي هعملوا معايا ايه؟ هيحبسوكي طبعا، مش مخبيه الفراخ عندك، هيحبسوكي. مش مبلغه في سبعه انت الثامنه؟ سلام عليك يا سعاده. يلا يلا اطلع بره، يلا اطلع بره، اطلع بره. يلا يلا يلا، استنى استنى استنى، حضرتك خد دول كمان معاك بعد اذنك. لا يا دول 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 بتوع ام مرفت برضه. اتفضل. اتفضل. دول ده مين؟ استهبل يا دول بقى ده. خلاص يا عم، انا هروح اسحب لنا جوزين فراخ من اللي في البازار ده، والمعلمه بدره مش هتحس باي حاجه، وتبقى كده اتعوضت. ده كده مش اتعوضت، ده كده اتعورت. ايه ده دول؟ تعالى لي بقى. دولة. تعالى لي. لا دول. لا 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 هبطحك. لا دول. احذف يا دولا، احذف احذف يا غبي، انت مش عارف ان انا هضربك. رانيا انا مزنوقه في خروجه كده، بلوستك البامبا نظيفه؟ انت عارفه كويس ان انا ما بسلفش حاجتي لحد، عارفه كويس قوي. اه ماشي، حقك برضو. تعرف يا عادل؟ عادل ما يعرفش مكان البلوزه بتاعتي. قومي هتلاقيها في رابع ضرفة في قومي. ايه ده، معقولة يا رانيا هتسلفيها بلوستك؟ حياتي اختي، اختي حبيبتي. يا سلام، انا بحب قوي الروح الجماعية اللي بينكوا دي، يعني تسلفيها البلوزات والجيبات، يعني تتعاملوا مع بعض بقى، تتعاونوا يعني كاخوات فعلا. برافو عليك. طبعا يا حبيبي طبعا. رانيا حبيبتي، ما شفتيش الشبشب بتاعي ابو صباع؟ لا يا طنط، اصل انا مش فاكره حاطاه فين. تحت السرير، تحت الدولاب، تحت الحوض، من فضلك شوفي لي هو فين. حاضر يا طنط. حبيبتي حبيبتي حماتي حبيبتي. ايه ده، معقوله هي وصلت لابو صباع كمان؟ لا ده كده انا ممكن اتشجع واطلب منها بقى. رانيا كوبايه ميه لو سمحت. وانت ما تقومش تجيبها لنفسك ليه؟ ما فيكش قدر ولا ايه؟ ولا مامتك اشترت لي الخدامه بتاعتك؟ رانيا يا ريت بسرعه تجيبي له الميه. حبيبتي حماتي. حاضر يا زرعنا الشوق ولا
المسلسل ده انا بحبه موت، ما بعرفش ضيع ولا حلقه منه. بس دي اخر حلقه في المسلسل النهارده. يا سلام. رانيا، روني حبيبتي، انا مش عارفه ليه عندي صداع ودماغي عماله تضرب سبعات في تمانيات في سمبوكسات. ممكن تعملي فنجان قهوه ساده بس اظبط بيه نفوخي؟ حاضر يا سناء، حاضر يا سناء. بلاش بلاش مسلسلات، بلاش راحه. متشكله قوي يا رانيا، مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. ايه ده يا رانيا؟ ايه ده انت قاعده تلعبي وسايبه المكوى قد كده؟ مكوى ايه؟ مكوى ايه؟ حرام عليكم، حرام عليكم يا ناس. ارحموني بقى، ارحموني بقى، انا من الصبح بطبخ وبكنس وبنضف وبشطف وبعمل كل حاجه. ارحموني بقى. ارحموني ارحموني دي، واحنا مولعين نار وشدينك على سيخ وبنهوي عليكي ولا ايه؟ ولا يمكن حاطين على بطنها حجر وبنعذبها؟ لا 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 بجد بحرة، حرام حرام بجد، لقد اوشكت طاقتي على النفاذ. سلامة بطارياتك يا حبيبتي. ماما لو سمحتي ممكن تجيب لها الشحن بالتسريحة؟ عايزين ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف عايزين ايه بالظبط. ده انا لو جارية من جواري بتوع سوق عكاظ كان زماني خدت جمعة وسبت وحد اجازة. ليه جارية في البنك المركزي؟ بطلي لو سمحتي سخرية على كلامي. السخرية دي زي شمطاء بالظبط. لا ما تقصدش يا ماما، هي قصدها سخرية ان احنا بنتمسخر عليها بنشتغلها يعني. انت حساسة قوي يا رانيا. لا يا حبيبتي، ده انا بحبك زي بنتي بالظبط، بس كل ده من العشم. يا رب انا عشمي في الكبير تخلصني منهم ويفتصل كده يا رب. ياه يا رانيا، من زمان ما قعدناش مع بعضينا قعده حلوه زي كده. وعلى فكره عادل، ده ليه تاثير سلبي غير مرئي على العلاقه اللي بينا. عموما تحب تطلبي ايه؟ ممكن اطلب اي حاجه مختلفه متوازنه السعرات. طب تحبي نطلب مثلا 2 مكرونه بخاصيه الكبده؟ عادل عادل عادل، قريت مسرحية كراسي الاعتراف للكاتب المسرحي المشهور المؤلف العالمي أرنولد وشو؟ أرنولد وشو؟ لا أنا شفت فيلم لهيب الانتقام بتاع أرنولد شوارزنجر. بصي يا عادل، هو أي كائن حي يعيش ويتعايش ويتنفس ويتفاعل مع الطبيعة بيبقى جواه كم هائل من المشاعر والمتناقضات والأحاسيس والاحتياجات. لو ما حصلهاش تفريغ، علماء النفس بيقولوا إن هو ممكن يجيله مشكلة وعطب في الجهاز الفني التنفسي. بعيدا عن أن أنا مش فاهم حاجة من اللي أنت بتقوليها، بس يعني أنت عايزة توصلي لإيه بالظبط يا رانيا؟ هو أنا كنت مخبية عليك حاجة يعني. عادل عادل، انا خنتك يا عادل. ايه خنت يا شيخه؟ انا افتكرتك كنت هتقولي ايه. خنتيني 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 يا رانيا. بكهاش قوي يا باشمهندس. بس 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 تكلت على الله، خنتيني يا رانيا. عادل حبيبي، انا خنتك بمؤلفاتي بكتاباتي. عادل بكتاباتك ازاي يعني؟ خنتيني مع أجندة؟ لا بصراحة بقى، كتبت عنك كلام وحش قوي. ما هو أصلي يا عادل العلاقة بيننا فيها مشكلة طول الوقت، أنا بحس كده إن في حاجات ناقصة. هقولك بعدين. أيوة يعني كتبتي إيه في الأجندة؟ يعني مذكراتك مثلا، كتبتي أيام الإعداديتك مراهقتك والكلام ده مثلا؟ كتبت مذكراتي عنك، بس مش هي دي المشكلة. المذكرات اللي انا كتبتها عنك دي هبقى احكيها لك بعدين، مش مشكله. المشكله دلوقتي ان سناء ومامتك عرفوا وخدوا مذكراتي ومسكينها عليا زله وعاملين يتامروا عليا وبيعاملوني على اني جاريه من سوق عكاظ، ودي حاجه مضايقاني وخنقتني، فقلت اعترف لك وخلاص بقى اللي يحصل يحصل. طيب بص يا رانيا، بالنسبه لماما وبالنسبه لسناء انت ما تسمعيش كلامهم، يعني هم يحاولوا يستغلوكي انت بلطجي معاهم. ما تنفذيش اي حاجه هم عايزينها لغايه ما نتصرف بعد كده في حكايه مذكراتك اللي انت كاتباها عني دي بقى هنا. رانيا، ممكن تلمعي لي جزمتي البني؟ لا مش ممكن، لاني انا ما بلمعش جزم لحد، انا بس بضرب بالجزم. حلو يا رانيا حلو. ماشي حقك. تعال
تعرف يا عادل؟ تعرف يا عادل؟ تعرف يا عادل ان رانيا كاتبه مذكراتها؟ طب وفيها ايه؟ ما عادي جدا، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. طب تعرف يا عادل؟ تعرف يا عادل ان هي كانت بتحلم بفارس احلام يخطفها على حصان ابيض رماح؟ حصان ابيض رماح؟ والله انت عامله زي القطط، بتاكل وتنكري. ليه انا مش خدتك القناطر وركبتك حمار ابيض وبرده كان رماح؟ هي حرة تركب اي حيوان هي عايزاه. ليش؟ ايه رايك؟ تمام تمام. رانيا خدي رفيلي الشراب ده. انا ما برفيش شرابات لحد يا طنط، ممكن حضرتك ترفيه او تديه لبنت حضرتك ترفيهولك براحتكم. كده تعرف يا عادل؟ ايوه عارف يا ماما ان رانيا كاتبه المذكرات بتاعتها. وتعرف كمان انها كاتبه انها كانت تتمنى تعيش مع فارس احلامها في جزيره. في جزيره؟ والله عامله زي القطط يا رانيا، جزيرتين اللي تعيشي فيها. انا مش خدتك قبل كده جزيره الشايف جنينه الحيوانات وغديتك وحلينا كمان برز بلبن؟ عادل احنا مش اتفقنا ولا ايه؟ هي حره يعني يا ماما تحلم باللي هي عايزاه. وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك فاشل في قياده القطيع وان القطيع هو اللي بيقودك. ايه الكلام ده بقى؟ عادل بقى، هو انتوا قريتوا مذكراتها كلها ولا ايه؟ وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك مش ممكن تبقى فعل، دايما رد فعل. لا 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 كده كتير قوي. انا رد فعل؟ ايه يا عادل انت بتتخانق معاه علشان انا كتبت كده؟ متخانقش معاهم هم علشان اقتحموا خصوصياتي. خصوصياتي يا ام خصوصيات؟ تقولي عن الكلام ده كله وتقولي لي خصوصيات؟ خصوصياتي يا سلام، ما انت كمان كاتب في مذكراتك ان انا مش فتاة احلامك وعمري ما كنت البنت اللي بتحلم بيها. ايه انت قريتي كمان مذكراتي؟ لعلمك بقى انا ما احبش حد يقتحم خصوصياتي. خصوصيات ايه يا ابو خصوصيات؟ ايوه خصوصياتي، لان دي حاجه ببقى انا المسؤول عنها، دي حاجه انا بفكر فيها وبكتبها في المذكرات، فانا حر اكتب اللي انا عايزه. خلاص انا كمان حره ان اكتب اللي انا عايزاه. لا انت مش حره، انت متجوزه ومتجوزه راجل، لازم تحترميه ولازم تحترمي كل كلمه بيقولها الراجل ده قدامك. خلاص انا كمان، انت كمان متجوزني ولازم تحترم كل حاجه انا بحس بيها جوايا. ايوه حسن اللي انت عصبي ده كان ايه؟ كان ايه بتكتبي جزيره جزيره اللي انت عايزه تقولي؟ ايوه 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 دولا حبيبي. دولا عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه يا عم عادل؟ انت من ساعه ما اتصلت بيا في التليفون وقلت لي تعالى جري يا رمزي فجيت جري اهو. في ايه انت بتنهج ليه كده؟ انت مش قلت لي تعالى جري يا رمزي؟ واقول لك تعالى جري تيجي جري جري يعني؟ المهم قفلت البازار؟ لا ما قلتليش انت اقفله، انا انت قلت لي تعالى جري بس. ربيت عقلك، طب ما ممكن يتسرق يالا. يا عم ما تقلقش يا عم، النهارده الخميس يعني الدنيا فاضيه خالص. الخميس الدنيا فاضيه؟ ايوه يا عم، يعني مفيش حد هيدخل بازار. قول لي بقى انا قلقان جدا، في ايه؟ لا ما تقلقش يا سيدي، تعالى معايا عشان عايزين نفضي المخزن. طب يلا خد 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 خد. ايه راح فين؟ المخزن اللي في البرازار. البرازار ايه؟ مخزن اللي في البرازار؟ ما انا لو عايزك تفضي المخزن البرازار هقول لك تعالى هنا ليه يعني؟ علشان تقول لي. بص يالا ما تفكرش خالص يا رمزي، انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. من غير ما افكر. من غير ما تفكر خالص. إيه؟ احنا هنفضي المخزن اللي موجود في البيت. يا عادل طب ما قلتليش ليه في التليفون بدل ما اجي وتمشورني؟ خدلك صاحب الشغل بتاعك وغبا تعمل ايه؟ استحمل. بص يا رمزي تعالى معايا. قول كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا رمزي؟ انا الحمد لله كويس، بس هو الشغل هو اللي تعبنا. وعادل شغل وقاعد بتشتكي للهوا. هي قالت لك سلام عليكم وقلنا عليكم السلام، ايه بقى هناخد وندي في الكلام ولا ايه؟ معلش هي بنت عمي برضو عادي. هتقعد تفكر العيله كلها ان انت ابن عمنا؟ يلا يلا قدامي. على فين؟ عايز نرمي الزباله دي فين؟ زباله يا زباله؟ ده ديوان الشعر بتاعي تقول عليه زباله؟ ديوان ايه يا عم صاحب الديوان؟ انت هتعمل لي فيها السلطان عز الدين ايمن. عز الدين ايمن؟ ايوه جوز نخله الدر. ايوه صح صح افتكرته.
المهم انا فعلا اخترت الراجل المناسب للمهمه المناسبه. يا اشعار ايه ده؟ وياما دواوين. ايه ده دول؟ دي البونات الصور بتاعتي. والله استنى استنى، ده البوني وانا في الثانويه، كنت مهم قوي في الثانويه. يلا رمزي يا عم انت هتسرح بينا يا عم ولا ايه؟ اهو بص. اه صح، رائد الفصل، الشرطه المدرسيه، امال ايه؟ بص الالبوم ده بقى. ايه الالبوم ده؟ ده فيه صور عائليه بقى من فتره يعني. اه العائليه، العيله يعني. دي سناء صح؟ صح. يا وده حمايه، كان راجل محترم قوي. يا لا رمزي، ده كان يوم فرحنا. ده على كده بقى الصوره دي كانت يوم جوازكم. ايوه يوم فرحنا، يوم جوازكم. حمايه هو اللي كان عامل لنا الفرح كله. يا طب ومين يا دول الولايه اللي شبه حماتك دي اللي متشعلقه في ايد لا لا لا، ومتشعلقه ليه كده اصلا؟ اصلا في ايد حمايه؟ انت ولا واحده شبه حماتي وماسكه في ايد حمايه، مش ممكن تبقى حماتي؟ ممكن عادل. كانت ست عظيمه يا اخي، يا كانت عايشه عيشه جامده جدا، كانت عايشه في عز وما كانتش بتعز علينا اي حاجه خالص. يا بص الجملة دي فكرتني ان انا برضو الواحد بيحن كل شوية ان هو شاعر، يعني اقول شاعر. هتقول شاعر؟ اه. حماتي ما كانتش بتعز علينا حاجة خالص. من اول ما عرفت رانيا من زمان خالص. كنت انا وهي بنخرج من ورا ابوها وامها من غير ما يعرفوا خالص. ونمشي بقى في الشوارع ماسكين ايدينا في ايدين بعض وبنهزها جامد خالص. ايوه. وبعدين بعد كده بقى عندي مسؤوليات بقى ومشاكل ومصاريف كتيره خالص. والبت ياسمين ومدرستها واكل امي واكل اختي واكل مراتي وامها واختها بقت الحكايه بزراميط خالص. انت شاعر جامد قوي يا دول والله. وانت كنت فاكر ايه؟ انا ما كنتش فاكر كده. مش عايز بقى اي خدمات تانية علشان انا خلصت خالص. يا لا علمت الشعر اهو. يا لا اتكل انت على الله، اقفل البازار. الله، طب ما نسيبه عادل يمكن يجي زبون ولا حاجه. زبون هيجي وانت هنا؟ انت للدرجه دي ما بتفهمش خالص؟ في ثلاثة اخناتون ناقصين واثنين انوبي واربعة ورق باردي. فين دول؟ ورق جردي؟ هما الفراعنه برضو عادل كانوا بيقعدوا يجردوا زينا كده ولا ايه؟ احنا هنهزر؟ هجردك من قفاك على طول. معلش. ما بهزرش انا. الحاجات اللي ناقصه دي فين؟ خلاص معلش يا عادل، احنا من الصبح عادل عمالين نجرد بصراحه، من طلعه الصبح لغايه لما الواحد يا اخي جاله جرد. ماشي، البضاعه اللي ناقصه فين يا رمزي؟ اتكسروا عادل. اتكسروا؟ اه، وانا لما حاجه بتتكسر مني بقول لك ان احنا بعناها علشان ما تشيلش في نفسيتك يعني. انا بخاف عليك قوي يا عادل، يعني احنا اكتر من اخوات يا عادل، احنا ولاد عم. مفيش ولاد عم يا رمزي، الشغل ما فيهوش ولاد عم. انت هنا دلوقتي شغال معايا في البازار وفي بضاعه مش موجوده، ما عملتش حساب يوم زي ده ان هعرف؟ يا عم عادل احنا فين واليوم ده فين؟ اهو اليوم ده جه، هو ده اليوم. هو ده اليوم والبضاعه ضاعت. ها اعذبك بقى ولا اعمل فيك ايه؟ ماشي، خمس تماثيل اتكسروا والاربع ورق البردي دول اتكسروا الاخرين؟ يا عادل في ورق بردي بيتكسروا يا عادل، دول اتقطعوا. لا انا غبي معلش، اتقطعوا ازاي بقى يا رمز؟ كده شش يعني على اساس ده ما يزعلش لو تش. ماشي ماشي، وايه تاني اتكسر يا رمزي؟ ياه ما تفكرنيش بقى عادل، حاجه غاليه قوي عليا. الساعه بتاعتي مع انها اخي ضد الميه وبرضه اتكسرت، مش عارف ازاي. ضد الميه؟ يلا بقى عمرها الاعتراضي بقى. عمرها الاعتراضي؟ طب تختار كلام تخين ليه يا ابني؟ اسمها عمرها الانفرادي. المهم ايه اللي اتكسر تاني؟ فاستين. فاستين وشيشه. شيشه واحده؟ لا اربعه يا عادل، ده غير بقى اللي وقع مني واتكسر وغير اللي اتسرق وغير اللي انا شحته. طب احنا بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى. ماشي بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى، ما انا عمال اقول لك يا عادل يوم الجرد ده خدوا اجازه يا اخي، كل سنه برضو يا عادل بتقعد تقول لي بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ اهو بنجرد ليه؟ اهدى يا عادل اهدى بقى شويه. يا فتاح علي يا رزاق يا كريم يا رب. دوله 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 دوله. ايه؟ دوله انت صح ولا نايم؟ ايه اللي دخلك عليا اوضه النوم؟ يلا اوضه النوم يا عم، انت بتحلم، احنا في القهوه دول. يلا يلا قوم استحمى بقى عشان نروح نصلي الجمعه.
صلي الجمعه ايه الساعه 7 الصبح؟ انت اتجننت؟ ايه يا دوله فوق كده، احنا عايزين نروح بدري عشان نلحق الصف الاول يا دوله. صف اول ايه اللي نلحقه واحنا رايحين الاستاد يا ابني؟ صلاه الجمعه في اي مكان بتصلي يا ابني. لا يا عم دي كلمه الالتزام يا دوله، احنا عايزين نروح بدري النهارده عشان نلحق الخطبه من اولها، عشان عايز افهمها بقى المره دي. بس الجامع دلوقتي هتلاقيه قافل. هنقعد يا عم نفرش حصير ونقعد قدام الباب الجامع عقبال ما يفتح. بص روح انت استحمى وجهز نفسك وانا بحصلك. يلا. وانا هستحمى يعني هنا في القهوه يا عادل؟ وفيها ايه يعني؟ عندك الغلايه على النصبه اهي، روح حط دماغك تحت الغلايه، بس اهم حاجه ما تغمضش عينيك. لا يا عم انا لسه هقعد اقلع هدومي وبتاع. يلا قوم بقى، قوم بقى يا عادل بقى. ولا ابعد من قدام وشي دلوقتي بدل ما اقوم افتح لك دماغك. انت شكلك كده عايز كوبايه شاي. عينيا. حاضر. نفتح بس الاول. ده عادل دوله دوله عايز ايه؟ هو الواد حته فين؟ معرفش. طب ايه عادل بتزعق ليه كده طيب فيا؟ يا عم احنا في ساعه صبحيه. اهدى اهدى يا حته ولا حته. عايز ايه؟ بقول لك يالا، هو فين القناه اللي بتجيب صلاه الجمعه؟ صلاه جمعه ايه؟ هو النهارده ايه اصلا؟ قوم يا عم، قوم فوق كده وتوصلك وشك بكوبايتين حلبه بايدك دي، واعمل لنا كوبايتين شاي. يلا يا استاذ عادل، يا استاذ عادل لما سبتك تنام هنا سبتك تنام عشان قلت لي مش هيحصل اي مشاكل. لا اله الا الله. طب هو كان هيعرف الغيب منين يعني؟ فوق يعني فوق كده وقوم يلا هز طولك وامسح القهوه دي علشان الزباين لما تيجي. زباين مين اللي هيجوا الساعه 7 الصبح يوم الجمعه يا سائع؟ امشي اطلعوا بره بره بره. دولة عايز ايه؟ دولة الحق الحق، حتة بيقول لك اطلعوا بره. انت جبت لنا كلام يا حتة؟ انا مال انا يعني؟ هو يطلع بره؟ هو يطلع بره. امشي اطلعوا بره. الواحد ميت من التعب، السهرة بتاعت بالليل دي والشغل، الواحد جسمه اتكسر. طب وايه اللي تعبك قوي كده يعني؟ لا مفيش، المهم يعني نمت الساعة 2 بالليل، صاحي الساعة 6 على خناقة جامدة جدا بين سناء وبين أمي وبين مجيدة وبين مراتي وكل الناس بيتخانقوا مع بعض. يا دولة يا دولة، ده كله علشان أنت مش مظبط بيتك. تعرف إن أنا لما كنت في البلد وفي حد بس بيفكر إن هو عايز يصحيني كنت أقوم أقتله. بالك يا دولة؟ ها عادل؟ بالك لما ببقى نايم هنا في البازار لوحدي بالليل وفي تمثال عامل دوشة أقوم أكسره. وأنت كام تمثال عملوا لك دوشة قبل كده؟ ثلاثة. مخصوم منك 3 تماثيل. وابعد عن وش السعادة يا رمزي عشان ما اغلطش فيه. هتغلط ازاي يا عادل يعني؟ ماشي. يا دولة يا دولة دولة، انا عايز اعرف يعني هتغلط ازاي؟ ها؟ خلاص مش هغلط فيك انا اسف ان شاء الله. طب يلا قوم. قوم بقى. قوم، انت نمت خلاص ولا ايه؟ اه. طب يا عم قوم، انت كفايه نوم جلاجات كده، انت هتقضي طول اليوم نوم. قوم قوم يلا فوق كده عشان نصلي الجمعه. بص يا رمزي، عايزك بس تسيبني انام شويه عشان اقوم مركز في الصلاه. انت مش نايم معايا امبارح في نفس التوقيت يا دوله؟ لا انا نمت بعديك، رحت حلقت وبتاع وظبطت نفسي. بص يا دوله، انا الاسبوع اللي فات الجمعه فاتتني، والاسبوع اللي قبله برضو، انا الاسبوع ده بقى مش عايزها تفوتني. يلا بقى قوم. ماشي ماشي. انت متوضى يا رمزي؟ كنت متوضى من 5 دقايق. ما هو الجامع قافل يا عم. اعمل لك ايه؟ ماشي ماشي ماشي. ايوه كده فهو. حاضر حاضر، انا عارف انت ناويها من الصبح انك انت ما تنيمنيش. حاضر، مدام كده كده بقى مش هقدر انام. يلا نروح على البيت عندي ناكل لقمه وبعدين نطلع على صلاه الجمعه. لا يا دوله، روح انت ظبط نفسك وتوضى وابقى عد عليا هنا في البازار. ماشي دوله. اقول لك نصيحه؟ لا. عينيا، ظبط حياتك تستكيم حياتك. رمزي هات كرسي وتعالى اقعد جنبي. انت شكلك كده يا دوله عامل لي كمين. اخلص يا عم اللطيف، هات الكرسي وتعالى. في ايه عادل؟ احكي لي يا ابن عمي. ما تقوليش يا ابن عمي، انا متضايق لوحدي، ما تضايقنيش اكتر بقى. بص يا دوله، انت من الصبح كده عينيك فيها انكساره ملفته، بالذات العين الشمال. انكساره ملفته؟ ايه الجمله اللي انت بتقول انكساره ملفته؟ طب فين عين الشمال؟ هي دوله اهي. دي اليمين. امال احكي لك ازاي بس؟ احكي لك ازاي بس يا ربي؟ بص يا دوله، انا مش هرد عليك عشان ما صغرش نفسي معاك اكتر من كده. تصغر نفسك انت؟ ما ينفعش تصغر نفسك، لو صغرت نفسك اكتر من كده هندوسك بالجزم يا ابني. انا برضو هقعد اسمع الموضوع منك للاخر ومش هرد على النتوءات اللي انت عملتها. النتوءات؟ واي كلمه بحطها في اي حته؟ بس انا لازم اتكلم مع حد. رانيا مراتي
سابت البيت وقعدت عند امها. وايه المشكله في كده مع واحده قاعده عند امها؟ عادي، امر طبيعي يعني. ايوه ما هي قاعده عند امها عشان زعلانه يعني. بقى هي قاعده عند امها وزعلانه؟ طب ما تسيب امها ما دام يعني قعدتها عند امها بتزعلها. بص يا رمزي، انا عايزك تقوم تنظف دلوقتي البازار تخليه بيلمع، وتنظف لي الحمامات تخليها بتبرق. يا دولا ما احنا ما عندناش حمامات. نظفها برضه. معلش يا دولا انا فهمت خلاص، انا فهمت. هي دلوقتي مراتك رانيا يعني قاعده عند امها غضبانه صح؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ والبت قاعده مع مين؟ البت خدتها في ايديها يا سيدي. هي دي بقى اصعب حاجه يا دولا، عشان الضنا غالي جدا. الضنا غالي جدا؟ سمعتها فين دي؟ سمعتها في أغنية. بص بقى دولا، انت لازم تحل المشكلة دي كويس جدا، عشان كده البت هتكبر وتتربى بعيد عنك وهتنحرف. تنحرف؟ الله يخرب بيت الشيطان اللي بيفرق بين الراجل وزوجه. الله يخرب بيت الشيطان اللي خلاني اقعد اتكلم معاك. الراجل وزوجه؟ والله انا عارف اقول. المهم انا هعمل ايه؟ بص يا دولا، انت لو عايزني انا اتدخل بنفسي يعني شخصيا في الموضوع ده انا موافق. لا يا رمزي، لا انا بقول لك عايز احل المشكله، مش انا ما عنديش مشاكل وعايز مشاكل. لا ما تتدخلش. بص يا دولا، انا في ذات مره سمعت اغنيه بتقول ان التاريخ بيعيد نفسه من تلقائياته. التاريخ بيعيد نفسه؟ ده ايه الاغاني اللي انت بتسمعها دي؟ ده غير الاغنيه بتاعت اللي هو الضنا غالي. غيرها خالص، بس كانت في نفس الشريط يا دولا. والشريط ده بقى ما كانش عليه اغنيه بتاعت قوم نظف الحمامات يا رمزي؟ لا مش فاكر. انا بقى فاكر، كانت على نفس الشريط على الوش التاني، قوم نظف الحمامات يا رمزي بدل ما تتقطع النهار.